في الذكرى الخامسة لانطلاقة قناة عدن المستقلة، نحتفل بوسيلة إعلامية جنوبية باتت رمزاً للصوت الجنوبي الحر. بدأت القناة كحلم في واقع مليء بالتحديات، لتصبح اليوم شعلة مضيئة تضيء دروب الحق وتعبر عن آمال الشعب الجنوبي، مقدمة صورة حية عن قضاياه وتطلعاته. وسط تحديات إعلامية وسياسية كبيرة، نجحت عدن المستقلة في أن تكون صوتاً معبراً عن الجنوبيين وطموحاتهم في استعادة دولتهم المستقلة ما قبل 1990. بدعم مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، عززت القناة من قدراتها الإعلامية وأهلت كادرها الشاب، إدراكاً لأهمية الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي والدفع بالقضية الجنوبية وجهد الحملات المعادية التي تستهدف حامل رايتها. وقد كان للمجلس الانتقالي دور بارز في توفير التدريب اللازم للإعلاميين الجنوبيين، مما ساهم في تحسين جودة المحتوى وإيصال رسالة الجنوب للعالم باحترافية. ورغم التحديات وقلة الإمكانيات وصعوبة العمل في بيئة صعبة، بقيت القناة عنصراً حيوياً في توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامجها المتنوعة التي تلبي مختلف أذواق المشاهدين الجنوبيين. ومع مرور 5 سنوات على تأسيسها، تبقى عدن المستقلة شاهدة على رغبة الجنوبيين في إقامة إعلام حر ومؤثر، لتواصل رحلتها نحو مستقبل مشرق للإعلام الجنوبي.